الأمر الثاني، إن الوعي الديني والاجتماعي المتنامي في المجتمع بين مختلف الفئات ومختلف المذاهب بعون الله وحسن توفيقه الآن، والذي جعل، لاحظوا، والذي جعل التحزب والتعصب والطائفية تصل إلى أقل مقدار ممكن منها بحمد الله ولطفه. فإذا التفتنا إلى حقيقتين واقعيتين وصحيحتين وأكيدتين، الحقيقة الأولى أن الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا، ممن يحسن به الظن جميع المسلمين إلا النادر النادر ممن ظلم نفسه وأضله هواه، بل هو في العلم والورع والعظم والإتقان من علو الشأن بحيث لا يقاس به أحد في زمانه ولا بعد زمانه، وهذا ينبغي أن يكون مسلما بين الناس أجمعين وخاصة المسلمون بمختلف مذاهبهم. قول لا، أي واحد يقول لا ما يستطيع. الحقيقة الثانية، إنه كان يؤمن، الإمام الصادق كان يؤمن بالمذهب الاثنا عشري ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه. أيضا قول لا، ما حد يستطيع يقول لا، سواء ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه سواء على مستوى أصول الدين أو فروع الدين، وهذا أيضا مما ينبغي أن يكون من الواضحات الضروريات. وبتعبير آخر مختصر، إن الإمام الصادق عليه السلام كان شيعيا وإمام الشيعة، فبذلك يكون الخطاب نخاطب الواعين المتورعين من مختلف المذاهب الإسلامية ممن يؤمن بالإمام الصادق عليه السلام عالما فقيها متورعا جليلا، فنسأله: هل كان الإمام الصادق عليه السلام مصيبا في مذهبه أو خاطئا؟ فإن قال هذا الرجل إنه كان خاطئا، إذن فهو خلاف حسن الظن بالإمام الصادق وبجلالة قدره وعمق علمه، وإن قال أنه كان مصيبا ومحقا فهذا يعني أنه محق في دينه ومذهبه، وهذا يكفي للترجيح المذهبي كما هو واضح ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلينظر إخواننا أهل السنة في ذلك وليتأملوا، جزاهم الله خيرا.